راح تروح الجيم، تلعب حديد، تشيك الانستغرام شوية والفيسبوك، تسوي شوية كارديو، تحكي ويا أصدقائك وتطلع. بعد فترة راح تحس انه ما كنت نتاج بالجيم. فاليوم بهذا الفيديو راح اتكلم عن بعض الاخطاء اللي لازم تتجنبها حتى تشوف النتائج اسرع. اولا، تلهية نفسك بالجيم. سوري التهيت بالتليفون. شوف كثير من الاشخاص يستعملون تليفونهم بين مجموعة ومجموعة من التمرين، يعني لما يستراحون يشيكون التليفون دائما. طبعا اكيد ماكو اي مشكلة اذا تشيك تليفونك تغير اغنية، بس مو مثلا تروح تنزل على الانستغرام بعدين تاخذك على الفيسبوك على اليوتيوب وهاي 5-6 دقائق 10 دقائق طارت. هاي مو زين، لانه العضلة راح تبرد وبعدين راح تخسر الموتيفيشن، راح تخسر الحافز انه تريد تكمل تمرينك. وانا مجربها معظم الاحيان اذا استعمل تليفوني هواية وانزل على الانستغرام واشوف صور وما اعرف شنو التيك توك، راح تبرد العضلة وما راح يعني يصير عندي واهس انه اكمل التمرين، اكمله شلون ما كان واطلع. فاريدك انه تركز، اذا تريد تبني عضل لازم تركز على كل مجموعة تاخذك تقريبا 30 إلى 50 ثانية، ولازم توقت نفسك للاستراحة حتى ما ياخذك الزمن، ما ياخذك الوقت. توقت نفسك اتليست تقريبا 2 إلى 4 دقائق استراحة، حتى بس يخلص التوقيت الاستراحة رأسا تقمز على المجموعة الثانية وعلى التمرين الثاني. ثانيا، عدم اتباعك الى برنامج. شوف، اهم شيء انه لا تدخل الجيم وكأنه داخل انت للاسواق راح تستنقي، تاخذ لك شوية طماطة شوية خيار ما اعرف شنو. لازم تدخل الجيم وعندك بلان، عندك برنامج. وهسه احنا عندنا تليفونات تقدر تكتب برنامج على الملاحظة على النوت مال تليفونك، حتى لما تدخل الجيم عندك برنامج تعرف انك ايش راح تسوي هذا اليوم. وشغلة ثانية، بالتليفون لازم تسجل مثلا عدد المجموعات، التكرارات، الوزن. حتى مثلا اذا خلينا نقول سويت تمرين البنش بريس 50 كيلو، الاسبوع الثاني راح تسوي نفس التمرين البنش بريس، تعرف انه الاسبوع الماضي سويت انت 50 كيلو، فحتى يكون عندك علم اوكي الاسبوع الفات سويت 50 كيلو، فحتى مع مرور الاسابيع شوية شوية تقدر تزيد الوزن حتى تقدر تظل تطور عضلتك وتشوف التقدم بالجيم. فمو شرط همينة تبدل برنامجك كل اسبوع، يعني راح تدخل على الانستغرام تشوف واحد معضل راح تتبع هذا البرنامج، بعدين الاسبوع الثاني تشوف غير واحد منزل بوست على الانستغرام راح تتبع هذا البرنامج. فكل اسبوع تشوف برنامجك يتغير. لازم تختار برنامج إلك مخصص إلك اللي راح يشتغل لك انت وراح يفيدك انت، ولازم تلتزم به لعدة اسابيع طويلة، ولازم تظل وتعيد بالتمارين نفسها حتى جسمك يتعلم على التمرين، حتى شوي شوي تقدر تزيد الوزن، ولما تزيد الوزن راح تقدر تبني عضل. اذا تغير التمارين كل يوم او كل اسبوع ما راح يتعلم جسمك على التمرين وما راح تقدر تبني عضل. ثالثا، الخجل او الوعي الذاتي. لما انا كنت صغير ومبتدئ ضعيف، او لما تفوت فد جيم جديد اكيد راح كثير من الاشخاص راح يطلعون عليك لانه انت شخص جديد فايت للجيم للمعركة. ممكن انه راح تسوي تمرين غلط، ممكن مثلا راح تشيل وزن خفيف، راح تشوف اكو اشخاص، بعض الاشخاص ممكن يضحكون عليك او يستهزئون من عندك. هذول اريد تسوي لهم بلاك، يعني لا تفكر بيهم لانه هذول مو احسن منك، اوكي؟ واتوقع 100% انه معظمهم دي يسوون كل التمارين غلط همين او هم دي يضحكون عليك. واذا اجى واحد منهم عليك انه دي ينطيك نصيحة، لان تعرف ان لما تدخل الجيم ما شاء الله الكل كوتشز، الكل كابتن، الكل يعرفون شون يتمرنون، اوكي؟ فاذا واحد اجى عليك اول شيء لازم تشوف انه اذا هذا الشخص صدق متمكن بخبرته الشخصية وعنده شهادة بالتمرين بالاكسرسايز فيزيولوجي، يعني مو يجي لك اي واحد حتى مثلا يصلح لك تمرين. اول شيء تأكد انه هو صدق كابتن عنده خبرة وعنده شهادة واستمع من عنده. اذا اجالك غير شخص ما عنده شهادة او ما عنده خبرة ما يخالف، استمع من عنده بعدين يخلص يروح هو وانت ارجع الى شغلك وكمل. فلا تدير بالي العالم الخلصانة والعالم بس يحبون يعيبون على غير ناس. رابعا، لا تركز فقط في الكارديو. اذا تريد تضعف نفسك الكارديو راح يساعد على حرق سعرات حرارية وايضا راح يساعد على تمرين عضلة القلب. بس اذا تريد تضعف نفسك ويكون عندك شكل حلو، اذا تريد تصير يكون جسم احلامك، لازم يكون عندك عضلات هواية بجسمك.
وهذه الشغلة كثير عالم أول ما يبدون بالجيم يركزون على كارديو 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 كارديو، يقولون ورا ما أضعف راح أبدي حتى أبني عضل، لأنه هسه ما أقدر أنا أبني عضل لأن أكو دهون. بس العضلة ما راح تنبني فوق الدهون، العضلة عندك راح تنبني هي على العظمة وبعدين الدهون فوقها. فأول ما تدخل الجيم وإذا أنت كنت ناصح وعندك وزن زايد تريد تنقصه، سوي كارديو على عيني وعلى راسي، بس لازم تركز على رفع الأثقال، لازم تركز على بناء كتلة عضلية حتى لما تفقد كل هاي الدهون جسمك يكون بشكل. بالنسبة للبنات وبالنسبة للرجال، خاصة البنات يركزون دائما على الكارديو أول ما يبدون، لازم بالعكس تركزين على رفع الأثقال، تركزين على بناء كتلة عضلية حتى الجسم مالك يكون بيتون، الفخاذ المؤخرة الذراع كلها يتعدل ويصير حلو. خامسا، عدم التمرن بشدة كفاية. قبل قليل احنا تكلمنا عن لازم تكتب عدد المجموعات التكرارات والوزن، فإذا تريد تطور نفسك وتصعب الأمور عليك راح تزيد إيذر عدد التكرار أو المجموعات أو الوزن مالك، بس راح توصل مرحلة إنك ما راح تقدر تزيد تكرار ومجموعة والوزن، يعني ما راح تقدر كل أسبوع تزيد شوية شوية. فش تقدر تسوي؟ تقدر مثلا ممكن تركز على التمرين أكثر، مثلا بدماغك إنك أنت تسوي بايسب تركز على تقليص البايسب أكثر، جودة التمرين راح يصير أحسن وهذا راح يساعد همينة على تقدمك وعلى بناء كتلة عضلية. والأبحاث تشوف إنك إذا أنت تتمرن بشدة وبحيث بنهاية المجموعة بنهاية آخر تكرار تسويه العضلة تكون تعبانة بحيث ما يقدر تسوي أي تكرار وراها، هذه راح يساعد همنا على بناء كتلة عضلية. بس أكيد لازم تركز على إيدائك للتمرين بطريقة صحيحة حتى ما تأذي نفسك، يعني مو تسوي بايسب وبالأخير أنت تقوم تستعمل وزن جسمك حتى بس تعلي الوزن، لأنه يعني تريد تتمرن until failure بشدة قوية جدا، هذا الشيء غلط لأنه ممكن تأذي جسمك. أنا عادة شو أسوي؟ آخر مجموعة من كل تمرين أروح بها قوي until failure، مثلا إذا راح أسوي 15 تكرار وسويت 15 تكرار وحسيت أنه أقدر أسوي مثلا واحدة لخ زينة with good form يعني طريقة إيدائي زينة، أسوي ممكن 16 أو 17 تكرار، بعدين شدة التمرين مالي تزيد شوية شوية كل ما أتجه إلى نهاية التمرين. بس مو تستعمل هاي الطريقة اللي تمرن بيها بشدة قوية مع تمارين القوة، مثلا تمارين السكوات تمارين ديدليفت، لأن هذول تمارين القوة راح تسويهم تكرار أقل من تمارين الهايبرتروفي، تمارين حتى تبني بيها عضل. فاختار التمارين اللي تسويها بالدمبل، التمارين اللي تسويها بالمكينة، أي شيء تمارين شنو تبني بيه عضل، بايسب كيرل، ترايسب، مثلا تشيست بريس، كل هاي التمارين تمارين الظهر تقدر تتبع بيها هاي الطريقة إنه train till failure يعني تتمرن بشدة قوية خاصة في آخر مجموعة من كل تمرين. جربها وشوف إيش راح يصير وياك، بس انتبه إنه لا تأذي نفسك. فأتمنى هذا الفيديو فادكم، أتمنى هاي المعلومات فادتكم، شكرا لمتابعتكم للقناة وأشوفكم الحلقة الجاية.